لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أحمد رئيس الكاف. الحقيقة المهم جدا الموضوع ده بالنسبة لنا عشان الناس تعرف قد إيه إن على أعلى مستوى في الدولة الكل عايز يشوف ماذا سيحدث في بطولة الأمم الأفريقية، الكل مهتم، الكل بيحاول إن هو يساعد فيما حدث أو فيما سيحدث في شهر 6 القادم. هذه البطولة القارية الكبيرة جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين صور للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أحمد رئيس الكاف، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد إدى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعار الكاف كهدية منه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولهذه الدولة الكبيرة جدا من وجهة نظر طبعا ومن وجهة نظرنا كلنا. ولكن أيضا ده كلام أحمد عندما قال إن هو بيشكر كل العاملين وكل اللجان اللي تابعة للجان التنفيذية التابعة للجنة التنفيذية الرئيسية أو اللجنة التنفيذية الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الاهتمام من اعلى فرد في الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقابل النهارده احمد علشان يطمنه على الاجراءات المتخذه خلال الفتره اللي جايه علشان تظهر بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في شهر 6 القادم بشكل مميز كالعاده. الكل بيجمع على ان مصر ستنظم واحده من افضل البطولات الافريقيه خلال الفتره اللي جايه، الكل بيجمع ان مصر ان شاء الله كل المسؤولين اللي موجودين في مصر دلوقتي من اول وزير الشباب والرياضه او من اول الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والسيد الوزير اشرف صبحي وكل العاملين في مجال الرياضه، الكل مهتم الان بهذا الحدث القاري الكبير جدا جدا زي ما حضراتكم شفتوا النهارده في التصريحات الصحفيه للدكتور اشرف صبحي. قال ان في 2.1 مليار نسمه بتتفرج على بطوله الامم الافريقيه، وبالتالي يجب ان يكون التنظيم جيد جدا، يجب أن تكون الملاعب جيدة جدا، يجب أن تكون المواصلات كل حاجة تبقى حلوة إن شاء الله خلال الفترة القادمة وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتستطيع مصر أن تنظم واحدة، من وجهة نظري أن مصر ستستطيع أن تنظم أفضل نسخة لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله في شهر 6 القادم، على الرغم من أن احنا مش مرتبين الموضوع من بدري وهي كلها 4-5 شهور أو من شهرين فقط أو من شهر ونص تحديدا اتقال أن مصر أو فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية. عشان كده أنا بقول لحضراتكم النادي الأهلي دايما بيبقى واقف في مثل هذه الأمور. النادي الأهلي وجمهوره ومسؤوليه ولاعبيه وكل الناس اللي متواجدة في النادي الأهلي دايما بتقف مع الدولة في مثل هذه الأمور، ودايما بتحاول أن تساعد بشتى الطرق، سواء جمهور سواء مسؤولين سواء إداريين سواء لاعبين، الكل بيساعد في نجاح هذه البطولة الهامة جدا زي ما قلت لحضراتكم. 2.1 مليون نسمة بيتفرجوا على هذه المباراة. تخيلوا بقى حضراتكم ان العالم كله او ال 2.1 مليار نسمة بيتفرجوا على مصر، بيتفرجوا على تنظيم كأس الأمم الأفريقية. دي طبعا صور من بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في 2006 إن شاء الله الافتتاح، وده إن شاء الله نشوف افتتاح أفضل من ده ونشوف إن شاء الله تنظيم رائع جدا. العالم كله هيقعد يتفرج، العالم هيقعد يتفرج على الملاعب، على مستوى التنظيم، على مستوى النجيلة، على مستوى الترتان اللي موجود خارج النجيلة، على مستوى الافتتاح وعلى مستوى اللاعبين في المباريات وعلى مستوى ختام البطولة. كل حاجة إن شاء الله هتبقى كويسة جدا، وزي ما حضراتكم عرفتوا خلاص تم إقرار 6 ملاعب هي اللي هيتلعب عليها هذه البطولة. كل الملاعب فيها المواصفات إنها تكون ملاعب رائعة، ملاعب جميلة، ملاعب مهتم بها من أول السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة. الكل مهتم بهذه البطولة، الكل بيهتم بشكل مصر خلال الفترة اللي جاية، لأنها زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير جدا في العالم كله بيتابع هذه البطولة. إن شاء الله كل التوفيق لكل المسؤولين على هذه البطولة. احنا دائما ما نساند أو النادي الأهلي دائما ما يساند الكل، سواء مسؤولين أو إداريين أو جمهور. جمهور النادي الأهلي هو من سينجح هذه البطولة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كل التوفيق لمنتخبنا أو لمسؤولين عن هذه البطولة.